أهلا بكم. قصتهما أفرحت الملايين في الأيام الأخيرة وأعطت الأمل للمحرومين من الإنجاب، إذ بعد انتظار دام 27 عاما و15 محاولة عبر تقنية أطفال الأنبوب، رزق زوجان أردنيان بأول مولودة لهما في حال نادرة تعتبر خرقا في تقنية أطفال الأنابيب. وأعلن الطبيب الأردني هلال أبو غوش الذي كان يتابع حال الزوجين عن ولادة الطفلة مجدولين، واعتبر أنها حالة تعتبر الأولى في العالم بعد 15 محاولة لأطفال الأنابيب ودون متبرعين، مضيفا أن عمر الزوج 55 عاما والزوجة 44 عاما، ويعتبر عاملا طبيا فريدا من نوعه وإنجازا أردنيا. ينضم إلينا من عمان دكتور هلال أبو غوش، استشاري أول أمراض نساء وتوليد وأطفال أنابيب، والأستاذ سعيد عبد الرزاق والد مجدولين، وزوجته السيدة عائشة عبد الحميد. أهلا بكم جميعا وألف مبروك، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. وانت بألف خير. أول شيء ألف مبروك. بعدين أول سؤال الله يخليك. أول سؤال سألناه إنه عمرك 55 بعدك شاب، وعمري 45 بعدك صبية، يعني وين اللي كان مستحيل بالموضوع وصار؟ هيدا انتم بتجاوبوا عنه ولا الطبيب؟ ما في شيء مستحيل بعد إرادة ربنا، زي ما بدك. طيب خبروني كيف استقبلتوا مجدولين بعد انتظار 27 سنة بانتظار هذه الطفلة الملاك ان تنير بيتكم؟ اكيد طبعا شعور لا يوصف، فرحة، دموع، قلق، كان خوف، بس الحمد لله والشكر لله إنها أجت بصحة وسلامة الحمد لله. نعم يا الله، الله يخليها والله يعيشها. قد عشتي على أعصابك طيلة فترة الشهور الحمل للحظة الولادة؟ يعني أنا هيدا اللي كان حابب أعرفه، يعني قد ايه كنت عايشه كل لحظه بلحظتها، كل دقيقه بدقيقتها؟ يعني متخيلي كل الوقت عم بتحطي ايدك على بطنك تتشوفي اذا النبض بعده ماشي، اذا في اي شيء، يعني شو الوضع؟ خبرينا. صحيح، يعني التسع شهور هدول كانوا اليوم الواحد يمكن عن تسع شهور من النسوان، من حمل النساء. نعم. انا كنت بكل دقيقه بكل ثانيه بكل ساعه بحالة توتر، بس كنت أحكي إن شاء الله خير، وكان في جواتي هيك اطمئنان يعني، والحمد لله. بس أكيد الخوف، يعني لو بشو ما أشرح لك ما بنوصف يعني. طيب أول لحظة اللي كنت عايشته، أول لحظة تسليمك الطفلة شو صار؟ صفي لنا إياها. يعني أنا أحكي لك شغلة، كنت لعدة أيام أحس حالي إنه أنا لسه بحلم، أنا مش متخيلة إنه عن جد أنا حملت وأنجبت وهاي بنتي. حتى لما أنا بتفرج عليها لأول مرة يعني ما في غير إني أبكي وأحكي عن جد هاي بنتي، عن جد إنه ربي أعطاني هيك، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين، يعني لا شيء مستحيل عند الله. ولكن السؤال لزوجك، عادة زوجين بعد فترة زمنية من المحاولات وتكرار المحاولة، يعني بعد سنة سنتين 10 سنوات 15 سنة، بيقول لك خلاص إني أنا استسلمت لكل المحاولات، وبيصيروا يفكروا ببدائل، يعني يا بدنا نكمل الحياة مع بعضنا، هذه إرادة الله وكذا. لماذا هذا الإصرار؟ يعني ضليت على 27 سنة مصرين إنكم تحققوا هذا الهدف، شو كان هذا الدافع اللي خلاكم مصرين هالقد؟ والله كان ذكرنا بالله سبحانه وتعالى عاليا اولا واخيرا، واللي مع رب العالمين ما بتوه. اكيد املنا بالله كان كبير، ما يئسنا يعني ابدا ما يئسنا.
وكان في محاولات كتير سابقة مش هيك؟ 15 مرة حاولت تطفي الأنبوب وما كانت تنجح المحاولات. يعني أنا بدي أقول لك محاولات سابقة وكان ومحاولات كانت كلها فاشلة. نعم تفضل. وضل عنا أمل إنه إحنا بإذن الله رح نرزق إن شاء الله بإذن الله، والله يعيشها والله يخليها، وهيدي يمكن أحلى عيدية بهذا العيد المبارك أن تنور بيتكم. ألف مبروك لإلكم، وإن شاء الله تربى بعزكم والله يخلي لكم إياها. وبدي أنتقل للدكتور لدكتور هلال أبو غوش الاستشاري في أمراض النساء وتوليد أطفال الأنابيب. دكتور هلال، مثل ما أنا بلشت سؤالي أنه عمر 44 عند الست يعني بعده مقبول للحمل إلى حد ما، وعمر 55 للرجل كمان يعني مقبول جدا، لماذا اعتبرت هذه العملية أنها فريدة من نوعها وأنه لأول مرة بتصير؟ شو هو اللي كان فريد في هذه العملية؟ مساكم الله بالخير وعيدكم سعيد جميعا، وأكيد هذا العيد لهاي العائلة المحترمة الكريمة اللي أمامك أستاذ طوني يعني بكون عيدها وفرحتها كبير كثير. الحمد لله. هو الأساس في فكرة الموضوع هذا إنه هاي العائلة وإصرارها وإيمانها إنه ربنا راح يرزقهم هم سر النجاح. إصرار العائلة على إنها تستمر في البحث عن يكون في عندهم أطفال هو سر النجاح، يعني هي الإبداع في هذه الحالة هو سر النجاح، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هاي معجزة طبية. يعني طبعاً إحنا نحكي إنه هذا حالة نادرة، لماذا حالة نادرة؟ حالة نادرة عادة بصير استهلاك للمخزون المقض عند المرأة على مدى سنين واستخدام الأدوية بحيث إنه نعمل برامج أطفال الأنابيب، هذا أولاً. ثانياً تقدم العمر ونوعية البويضات اللي بتكون عند الستات بتكون فيها ضعف. ثالثاً اللي هو بطانة الرحم باستقبال الأجنة بيكون فيها ضعف. استخدام كمان الحالة النفسية والسيكولوجية اللي بمر فيها هاي العائلة على مدى سنين، الفشل اللي بتكرر هو بخليهم يتوقفوا في كثير من الأحيان. رابعاً في العالم الغربي والعالم اللي هو بيكون فيه متبرعين عادة هم بيقدروا ينجحوا في بعض هاي الحالات، لكن استخدام نفس النطفة تبعت الرجل ونفس الأم من نفس هذا إذا بتحتاج إذن تقنيات متطورة بحيث أنه إحنا هاي التقنيات ومراعاة خاصة جداً أثناء برامج التخصيب بحيث أنه نوصل لمرحلة يكون في أجنة سليمة عالية الدرجة وتجهيز بطانة الرحم في تقنيات مختلفة جداً بحيث أنه يصير استقبال الأجنة عالي، وهذا هو سر النجاح في هذه الحالة. يعني طيب كل ما كانت تقنياتنا في 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 هكذا في هكذا حالات عادة نشاهد أنه لما يكون يعني المحاولات عديدة وما كانت عم تنجح قبل وفي إمكانية تنجح عادة بيروحوا إلى تلقيح أكثر من بويضة، يعني على أن يكون الحمل بتوأم أو بثلاثة توائم أنه لا يعملوا يعني أنه لإنجاب أكثر من ولد بنفس الوقت. ليش هون رحنا على ولد واحد؟ هل هي كانت رغبة الأهل أو طبياً كان في مخاطرة إذا كان في أكثر من جنين في نفس الوقت؟ في جنين واحد سليم وبطانة واحد بطانة جيدة جدا يعطي فرصة عالية أكثر، يعني هو استخدامات التقنيات بحيث نوصل لجنين درجة مرتفعة من الجودة بيعطي فرص الحمل أعلى، مش شرط إذا رجعنا عدة أجنة إنه ننجح، يعني مش المشكلة مش في الكثرة، مشكلة في النوعية، يعني السر في النوعية، إحنا استخدامات والنوعية استخدامات تقنيات اللي بتأدي ليكون عدد الأجنة السليمة عالية أكثر، هذا بيعطي فرصة حمل أعلى، أكيد استخدامات هذه التقنيات تعطي فرصة إنه يكون في جنين سليم أكثر، إذا فرص الحمل أعلى. و كمان البرامج ودراسة الحالة أصلاً لماذا كانت أسباب الفشل، يعني وهذا كان كثير مهم، يعني الدراسة للحالة اللي بتمر فيها العائلة على مدى هاي السنين والتدقيق في أسباب النجاح وإبعاد أسباب الفشل هو اللي بعطي فرصة أعلى. أكيد الحرص الشديد في كل خطوة لهاي العائلات، وكثير بتجينا عائلات في سن متقدم، بس القصة أنه بانتظار 27 سنة هاي جديدة في عالم الطب، 27 سنة من الزواج ما في أطفال، هاي جديدة في عالم الطب، بعد 15 محاولة وهي نادراً ما في عالم كله بعمل 15 محاولة أطفال أنابيب،
سر النجاح برجع نعم. بقول هلا اذا ربنا اكيد سبحانه وتعالى هو، بس بدي استاذ طوني بحكيها، ببذل كل الجهد اني انا اوصل رساله انه الاهل كانوا هم سر النجاح، الاهل هذول كانوا على درجه عاليه في ثقتهم بربنا، طبعا في المؤسسه اللي اشتغلوا معها، مش مدحا بنفسنا، لكن كان في شيء مهم جدا انهم ايمانهم انهم راح يستمروا وانهم راح ينجحوا، هذا كان عامل مساعد، لانه بيجي عاده المرضى محبطين، معظم المرضى والعائلات تيجي محبطه، يعني هالك في عندها الفكره صارت يعني مبعثره في ذهنها، صارت يأس تيجي انت يعني عندك بصير عنده يأس طبعا نعم. ولكن السؤال النجاح اذا ارادت في اذا ارادت هذه العائله ان تكرر التجربه وانجاب طفل جديد، هل اصبح الوضع اسهل الان او خلص برايك ممكن يكون صار اصعب وفي استحاله؟ بالعكس، هو شوف هو ربنا الرزاق في النهايه، لكن هو اكيد رح تكون اسهل لانه احنا بلشنا ناخذ مفاتيح حل الحاله، وهذا كثير مهم، مفاتيح الحل صارت اقرب لنا وصارت سر النجاح اقرب لنا، فهو ربنا اكيد ممكن تنجح المره الجايه، ممكن ترسب المره الجايه، لكن على الاغلب كل ما درسنا الحالة أكثر، كل ما عرفنا مفاتيح النجاح أكثر، وكان في فرصة النجاح موجودة، لسه ما زال عندهم فرصة. أنا يعني إن شاء الله، بس أنا بدي أسألهم سؤال أخير، بدي أسألهم لكن أنا راح أحاول، راح أحاول. الله يخليك، ألف شكر لك دكتور، بس بدي أسألهم سؤال أخير قبل ما أنهي، هل عندكم الرغبة بمحاولة بعد ولا خلص اكتفيتوا وكتر خير الله على هذه النعمة؟ لا إن شاء الله رح نعيد المحاولة ان شاء الله، لانه يلا بصراحه تكلوا على الله، تكلوا على الله، دعميني وساعديني ان شاء الله، وجهودك يا دكتور مشكوره، تكلوا على الله، فضل الله وفضل الدكتور هلال ابو غوش احنا وصلنا لهذه المرحله، الدكتور والقائمين كانوا كلياتهم مثل عيلتي الثانيه. الله يخليكم، الله يخليكم مشدولين، وان شاء الله تشوفوا على السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، على راس كمان اخوه واخوات ان شاء الله، الف شكر. بس مين معرفه مين؟ انا اخ عائشه وابن عمي سعيد زوج اختي، بالنيابه عنهم، بالنيابه شو جابك الكريم، شو جابك على الكاد؟ شكر لله دائما، شكر لله طبعا. وكل عام وانت بخير، وكل عام وانت بخير بالعائلة، وكل عام وانت بخير، ومن خلالكم بدي وجه وانتم بخير اجمعين، اطيب بس اطيب الامنيات والمعايدات للشعب الاردني الطيب الحبيب والعزيز، ان شاء الله اعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركه. الف شكر لكم، بس لانه الوقت داهمنا ومضطرين نسلم الهواء، الف شكر لكم، وبدي اشكر كل ضيوفي اللي شاركونا بهذه الحلقه لهذه الليله، برجع بقلكم مجددا كل عام وانتم بالف الف الف خير، ومن يعاني في هذا العيد ان شاء الله تكون خاتمه احزانكم وخاتمه معاناتكم وخاتمه مآسينكم في هذا العيد، على ان تكون الايام المقبله تحملكم كل خير وكل محبه وكل شيء بيفرح ان شاء الله.